تنسيق بين ولات باتنا ميلا وأم البواقي هو الأول من نوعه لرفع العراقيل وإعادة بحث مشروع القرن. الطريق السريع الرابط بين ولاية باتنا وطريق السيار شرق غرب الذي عرف تأخرا كبيرا منذ 2016. الدولة راهي وحاطة دراهم تشوف مجهودات كبيرة مدام يساز هو حابس هو قلع صديرين الناس اللي هم يخموا الفوق راه ما عارفين. يعطيك الصحة. التنسيق ما بين الولات وبفضل يعني رفع العراقيل والتراكمات اللي كانت موجودة في هذا الطريق منذ 2016-2017 اليوم الحمد لله كي نرفعوا العراقيل ونرفعوا كل يعني الصعوبات وحتى المقاولات اللي فاشلة درنا لها الفسخ على عاتقها. اليوم المقاولات اللي راها هي مقاولات قويه ومقاولات نتاع الدوله على مسافه 62 كيلومترا وبتكلفه اجماليه تجاوزت 12 مليار دينار. المشروع هذا فيها 62 كيلومتر مقسوم على دولو. الاول في ولايه باتنا فيها 20 كيلومتر والثاني يمر على ولايه ام البواقي وميلا. والأشغال تقوم بها في دوديس زوج 20 ساعة في اليوم وعندنا 4 سوايع هذوكم للماتريال باه يرتاح شوية. إن شاء الله الأجال 24 شهر عندنا تفضل إن شاء الله في مارس 2024 إن شاء الله. مادام نرفعوا العراقيل أنا نشوف باللي رانا رايحين في الطريق صحيح وإن شاء الله هالطريق يفك الحصار ويفك الخنق. استمرار التنسيق بين الولات المعنيين من شأنه إنجاح المشروع وتسليمه في آجاله المحددة وبمعايير الجودة العالمية.